في البداية شاهد التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة عقب انتهاء بطولة كأس إفريقيا، شاهد صعود المعجزة الصغيرة هنا جودة إلى المركز رقم 33 برصيد 618 نقطة، واستطاعت هنا جودة أن هي تتقدم في التصنيف الدولي للسيدات بعد تحقيقها لقب بطولة كأس إفريقيا اللي أقيمت مؤخرا في نيجيريا في الفترة من 26 وحتى 28 من مايو الجاري، وأصبحت كمان بكده هي أصغر متوجة باللقب في التاريخ وتأهلت للمشاركة في كأس العالم بالصين. بالمناسبة كمان هنا جودة بتحتل حاليا المركز الثاني عالميا لتحت سن 19 سنة برصيد 7940 نقطة، حاجة عظيمة ومشرفة، بنت مصر الواعدة اللي إن شاء الله اسمها هيتقال عالميا كتير قوي الفترة الجاية. بص التوقعات دي يمكن كابتن محمود الخطيب كمان اتكلم عنها تحديدا وقال لك احنا بنصنع عندنا في الأهلي بطل أولمبي، فإن شاء الله هنا جودة هتكون فعلا من الأسماء اللي هترفع اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية العالمية. ف بجد اسم، انت فاكر لما استضفناها هي بنت صغيره جدا البرنامج. كانت من سنه ونص تقريبا، صغيره جدا ومؤدبه جدا ولطيفه جدا وعندها طموح كبير قوي، وكانت بتحكي لنا قد ايه اول ما ابتدت كانت الترابيزه بتاع البينج بونج مش بالطولها، فكانوا بيقصوا النهايه بتاعتها يعني. فان شاء الله يبقى عندنا كمان كذا نموذج من النماذج دي يا كريم، ده مهم جدا.